وزير التربية يكرم الطلاب الأوائل دراسيا في محافظتي حماة وإدلب. معاون وزير التربية يتفقد واقع العملية التربوية في عدد من مدارس حلب. أهلا بكم. احتفالا بإعياد تشرين أقامت مديريتي تربية حماة وإدلب حفل تكريم الطلاب الأوائل على مستوى القطر والمحافظة بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع وليد سلطان. وهذه التغطية برعاية وزير التربية الدكتور دارم طباع، وضمن احتفالات شعبنا بأعياد تشرين أقامت مديريتي التربية في حماة وإدلب حفل تكريم الطلاب الأوائل على مستوى القطر والمحافظة. حماة لها مكانة خاصة في التنمية، وإدلب لها مكانة أخص لسبب أنها هي جارة حماة والآن ضيفة على حماة وهي قلب سوريا الأخضر. نحن جميعا إن شاء الله سنكون بضيافة رفاقنا في إدلب بالقريب العاجل إن شاء الله إن شاء الله مع أهلنا وإخواتنا في إدلب الخضراء، وليس هذا فقط، سنكون في الحسكة وسنكون في القامشلي. سوريا لن تتقسم طالما أنكم أنتم تتعلمون. بالعلم نبني أوطاننا، وبدون العلم يقصفنا الطيران الإسرائيلي. فأنا آمن منكم دائما أن تأخذوا هذه القاعدة. مدارسنا يجب أن تكون متينة، نتحدى كل الصعاب ونتفوق. نعم، بكل فخر واعتزاز اليوم نكرم ثلة من طلابنا المتفوقين في الشهادتين الثانوية بفروعها كافة والتعليم الأساسي. طبعا لدينا في محافظة حماة 32 متفوق على مستوى، منهم على مستوى القطر ومنهم على مستوى المحافظة، طبعا بالإضافة إلى بعض المتفوقين في من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب. طبعا هنا هذا الحضور الكبير الذي جاء خصيصا من أجل تكريم متفوقين دليل على وحدة الوطن ودليل على حب العلم والتفوق. طبعا اليوم لدينا حفل تكريم طلابنا المتفوقين الأوائل في محافظتي إدلب وحماة. هذا الحفل يعبر عن فرح عظيم، فرح الانتصار بالعلم أولا وبتحرير سوريا من براثن هذه العصابات الإرهابية المسلحة. فرحتنا اكتملت في هذا النصر لطلابنا بتفوق وإن شاء الله بالشهادات العليا. تضمن الحفل فقرات فنية قدمها مجموعة من الطلاب وكلمات المتفوقين عبروا من خلالها عن جزيل شكرهم لهذا التكريم. أنا كثير بشعر بالفخر بحالي أني حققت هالإنجاز اللي كثير حلو، أو بهدي هالإنجاز للجيش العربي السوري، لسوريا، للقائد، بهدي لكل حدا دائما كان عم يتعب لحتى يرفع راس الوطن ويخلي وطننا شامخ. اكيد نحن فخورين بهذا النجاح وفخورين انه نحن عم نقدم، نقدر نقدم شيء لسوريا مثل ما سوريا قدر عم تقدم لنا وقدرت تربينا وقدرت تطلعنا مثل هيك متفوقين. ونحن اكيد بهذا النجاح عم نثبت لكل العالم انه لسه في متفوقين بسوريا رغم كل شيء صار فيها خلال 10 سنين. والله فرحانين كثير لانه قدروا لنا جهودنا وقدروا لنا التعب اللي سرناه طول الليل والايام الطويله اللي سرناها. تفوقك راح يكون بس هون لا إن شاء الله مستمر. كما تم تكريم جرح الحرب وطلاب شهادات التعليم الثانوي والتعليم الأساسي. هلأ أنا تفوقي بعد ما نجحت، أنا كنت متأمل بالنجاح والحمد لله نجحت، كرمنا السيد الرئيس وبعتلنا منحة واليوم عم بتكرمنا وزارة التربية الله يعطيهم العافية. يعني كتير الكل عم بيشجعنا أنه نكمل دراستنا ونصير من الخريجين الأوائل إن شاء الله. كانت هذه بادرة جيدة ورائعة تشكر عليها مديرية التربية ويشكر السيد الوزير للاهتمام بهذه المبادرات. طبعا مثل هذه المبادرات تعطي دافع معنوي كبير لجميع الطلاب من أجل التقدم نحو العلم بشكل أفضل، من أجل المثابرة للوصول إلى هذا التكريم. هلا الطلاب هذول طلاب متفوقين، هم راح يديروا شعلة العلم، يحملوا رسالة العلم والتطوير في البلد. ونحن كقطاع خاص مشاركين القطاع العام ورديف قوي عم نساعد في تنشئة جيل متطور متعلم واعي يحمل رسالة العلم
في المجتمع السوري. هذا وما كان ليحصل التفوق لولا جهود وزارة التربية بتوفير أفضل الأجواء ليقدم طلابنا امتحاناتهم بهدوء وطمأنينة، وبالتالي نخرج بطاقات وإبداعات علمية. لأخبار التربوية، وليد سلطان، حما. ضمن متابعة وزارة التربية لعمل المديريات في المحافظات، وفد من وزارة التربية رأسه الدكتور عبد الحكيم حماد معاون وزير التربية يزور مدينة حلب للاطلاع على واقع العملية التربوية والتعليمية في المحافظة والصعوبات التي تعترضها. ضياء قدور والتفاصيل. ضمن خطة وزارة التربية في متابعة المدارس وتأمين مستلزمات التعليم والظروف المناسبة للبيئة المدرسية، معاون وزير التربية يزور مدارس حلب للاطلاع على الواقع التعليمي ومعرفة الصعوبات التي تؤثر على سير العملية التعليمية. نحن الآن في محافظة حلب، تم زيارة مجموعة من المدارس وتم معالجة بعض القضايا أو بعض المشكلات البسيطة التي لابد من معالجتها، مثل تأمين بعض الأطر التدريسية التي لابد أن تكون متوافرة في غرفة الصف، وبالتالي تمت المعالجة بشكل مباشر، وأيضا للوقوف على المرافق الصحية ومدى تحقيق البروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة، وهو وفق المعايير العالمية التي تحافظ على صحة الأبناء التلاميذ والأبناء الطلاب في مدارس الجمهورية العربية السورية، وبيئة هذا البروتوكول ليكون مناسبا لبيئتنا التربوية. فيما يتعلق في بعض المدارس، نعم هناك بعض الكثافة الصفية في بعض المدارس، نحن لا نقول بأن جميع المدارس حققت المعايير العالمية، هناك بعض الكثافة الصفية القليلة، وأيضا هذه الجولات تساعد الإدارة المدرسية على حل مثل هذه الحالات. وأنتم رأيتم عندما كنا في المجمع بن حيان وابن نفيس، هناك دمار كبير لهذه المدارس، وما على مديرية التربية إلا أن قامت بإحداث غرف صفية مسبقة الصنع لمعالجة هذا الوضع، والمدارس المحيطة هي قيد الترميم، وبالتالي لابد من الوقفة بأن أبناء سوريا رغم الدمار الهائل الذي أصاب المدارس هي ما زالت تواكب التعلم والتعليم وتستمر في هذه العملية لأنها لن تتوقف مهما كانت الصعوبات والمعوقات. شملت الزيارة مدارس سمير أبو حرش والفارابي وابن النفيس والتضامن العربي وزكي جمعة. بعض هذه المدارس تم تأهيله وصيانته حديثا، وبعضها تجري فيها أعمال الصيانة والترميم. رأيتم حجم الدمار الهائل لهذه المدارس، وزارة التربية ومديرية التربية والتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لترميم المدارس قدر الإمكان لاستيعاب جميع الأبناء التلاميذ والطلاب والتخفيف من الكثافة الصفية في كل مدرسة من هذه المدارس. وأيضا في الريف أيضا هناك حالة من التخطيط لاستكمال إجراءات الصيانة في أكثر من 70 مدرسة، الآن هي قيد العمل، وتسعى مديرية التربية إلى العمل الحثيث كما كنا في المجمع السابق وهو مجمع لا أتذكر الفارابي، فهذا المجمع يتضمن يعني 3 طوابق، والآن أنجز الطابق الأول والطابق الثاني وبقي الطابق الثالث، وعندما ينجز سيستوعب عدد كبير جدا من الطلاب سواء كان دوام كامل أو دوام نصفي، وبالتالي سنتغلب على الكثافة الصفية إن شاء الله قبل نهاية الفصل الأول من هذا العام الدراسي. تأتي هذه الزيارة في إطار الاطمئنان على سير العملية التربوية والتعليمية والتحضيرات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها إدارات المدارس للحفاظ على صحة التلاميذ والطلاب. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. عقد في محافظة حماة اجتماع عمل مشترك بين وزارة التربية والجهاز المركزي للرقابة المالية، حيث تم التأكيد على الانتهاء من القرارات كافة وإقامة دورة للعاملين في المجمعات. وليد سلطان والتفاصيل. تنفيذا لخطة وزارة التربية ومتابعة عملها الميداني، عقد في قاعة الاجتماعات في مديرية التربية في حماة اجتماع عمل مشترك بين وزارة التربية والجهاز المركزي للرقابة المالية. طبعا من خلال خطة العمل بين الجهاز المركزي ووزارة التربية، طبعا نقوم نحن باجتماعات دورية مع مديريات التربية
لتجاوز كثير من الملاحظات والإجابة على بعض التساؤلات التي يمكن أن تطرح وتحل مشاكل بشكل مسبق كيثما بدلا من أن تثار بشكل لاحق. طبعا نحن عندنا حاليا موضوع تثبيت الوكلاء، الأعداد تتجاوز 16,000، وعنا العقود كمان باعتبار أنه تم اعتمادها ستصدر العقود كمان في وقت لاحق، والأعداد كمان أعداد كبيرة تجاوز 27,000. فكانت الغاية من هذا الاجتماع طبعا أمور توضيحية لبعض النقاط التي نختلف قد يختلف عليها بعض المديريات التربية. تم خلال الاجتماع مناقشة واقع العمل في مسابقة تثبيت الوكلاء والعقود للفئة الأولى. الاجتماع اليوم يأتي استكمال الاجتماعات السابقة التي تمت مع جهاز مركزي الرقابي المالي بدعم من السيدين السيد رئيس جهاز مركزي الرقابي المالي والسيد وزير التربية لتوحيد النهج بين المحافظات في الفروع، وحيث أن وزارة التربية حاليا بصدد استكمال قرارات التعيين لمسابقة انتقاء المعلمين للوكلاء، وصدرت قرارات المقبولين للتعاقد بمسابقة العقود والبلغ عدد حوالي 27,000. كما تناول الاجتماع نسبة تنفيذ تأشير القرارات، وذلك بمشاركة مديريات التربية في حماة وإدلب وحمص والرقة. هذه الدورة كان لها فوائد كبيرة، حيث تم فيها مناقشة آليات إصدار قرارات تثبيت الوكلاء وتأشيرا من الجهاز المركزي الرقابي المالي، وضع مخطط زمني لإصدار هذه القرارات والانتهاء من تأشيرة. هلا أول شيء أعطينا الأعداد اللي إحنا نفذناها وشو الاستنكاف، وكان في بس مشكلة الموظفين، وأساس نتناقش فيه مع وزارة التربية هي بتلاقي حل هذا الموضوع. هذا وتم التأكيد على ضرورة الانتهاء من كافة القرارات من حيث الإعداد والتأشير من فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية، إضافة إلى ضرورة العمل بشكل مؤتمت وترحيل الأضابير حسب قرارات وزارة التربية. لقد تم مناقشة في الاجتماع عن مسابقة تثبيت الوكلاء. طبعا شو في عنا أعداد، شو اللي تقدمه، شو بدنا نصدر القرارات، وكيف كيفية تصدير القرارات، والاعتماد الموحد للنموذج اللي بعثت لنا وزارة التربية. نشكر مديرية تربية حماة على استضافة هذا الاجتماع. الاجتماع طبعا هذا من أهم الاجتماعات اللي بنحضرها نحن، وهو على مدار السنة كل سنة اجتماعين تنسيقيين، أضاف لنا كثير إشكالات بحل إشكالات خاصة بمسابقة العقود ومسابقة تثبيت الوكلاء وتصدير القرارات والتأشير. كما تم اقتراح إقامة دورة للعاملين في المجمعات الإدارية في المناطق لتوحيد آلية العمل وتخفيف الأعباء على العاملين في القطاع التربوي والتنسيق مع الدوائر في هذا الخصوص. لأخبار التربوية وليد سلطان، حماة. طلبت وزارة التربية من المقبولين للتعاقد لصالح وزارة التربية الإدارة المركزية من العاديين وذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام مراجعة مديرية صحة دمشق للجنة فحص العاملين بدمشق يومي الاثنين والثلاثاء في 12 و13 من الشهر الجاري، ليصار إلى منحهم الشهادات الصحية اللازمة لاستكمال إجراءات التعاقد أصولاً. مديرية التربية في السويداء مستمرة باستقبال طلبات تسجيل الاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها الأدبي والعلمي لدورة عام 2021. سماهر دنون وهذه التغطية. هاتين النافذتين تستقبل مديرية تربية السويداء طلبات التسجيل الاختبار الترشحي للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2021 ميلادي. بدأنا استقبال طلبات الاختبار الترشح اعتبارا من 14 ولغاية 20/10 مستمرين بهذا استقبال الطلبات. طبعا هاي الطلاب اللي بيتقدموا للاختبار ها هن الطلاب اللي مش ناجحين 11 لا علمي ولا أدبي، فهذا الطالب بحاجة لهذا الاختبار، إذا نجح في هذا الاختبار ترشح للامتحانات الثانوية العامة. طبعا الاختبار راح يكون بتاريخ 24/10 للطلب الأدبي لخمس مواد والعلمي لست مواد. هذه المواد بده يجيب فيها الطالب علامة 20% على الأقل، باستثناء اللغة العربية لازم يجيب فيها علامة 50%، بالإضافة أنه لازم يحصل على 50% من المجموع العام لهذا الاختبار. نجح ترشح لاختبار الثانوية العامة،
إذا ما نجح ما بيحق له يقدم بكالوريا. إحنا عم نستقبل طلبات لصبر المعلومات لشهادة الثانوية بفرعها الأدب والعلمي. طلب الأوراق المطلوبة صورة مصدقة عن شهادة التاسع، صورة الهوية وتواضع ورسم اشتراك مالي. يسجل الطلاب المحققون لشروط التقدم باصطحاب أوراق مطلوبة لينتهي التسجيل في 20 من شهر تشرين الأول الجاري. جايين نعمل أوراقنا ونقدم الصبر، وهلا طالبين هني شهادة مصدقة عن التاسع وصورة عن الهوية وصورتين شخصيات. اسمي أهداف، جايين نعمل الأوراق مشان نقدم على امتحان الصبر لحتى يقبلونا نقدم بكالوريا حول. فطالبين صورة مصدقة عن شهادة التاسع وصورتين شخصيتين، وطالبين صورة عن الهوية والطوابع بس. يذكر أن وزارة التربية حددت 24 من شهر تشرين الأول الحالي موعداً لاختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي بصفة دراسة حرة لدورة 2021، وذلك في المراكز المعتمدة من قبل مديرية التربية ولمدة 3 ساعات للمواد جميعها. للتربوية السورية سماه ردنون، السويداء. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا التعليم العالي تسمح لطلاب الثانوية المعترضين على نتائجهم بتعديل بطاقة المفاضلة وفق الدرجات الجديدة. سمحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية لعام 2020 والذين اعترضوا على نتائجهم في الثانوية بتعديل بطاقة المفاضلة وفق الدرجات الجديدة. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان طلاب من حملة الشهادة الثانوية لعام 2020 الذين تقدموا بطلبات اعتراض على نتائج الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والمهني وتعدلت درجاتهم وسبق أن تقدموا للمفاضلة أو التسجيل المباشر مراجعة مراكز تصحيح البيانات في الجامعة لتعديل بطاقة المفاضلة وفق الدرجات المعدلة في الشهادة الجديدة. وصلنا إلى ختام النشرة، نعود نذكر بالعناوين. وزير التربية يكرم الطلاب الأوائل دراسيا في محافظتي حماة وإدلب. معاون وزير التربية يتفقد واقع العملية التربوية في عدد من مدارس حلب. كان هذا كل ما لدينا هذه تحية مني ومن فريق العمل. إلى اللقاء.